من الحلقات العالمية اللي عودناكم نزورها كل أسبوع، حلقتنا اليوم عن مطبخ أوروبي غريب شوي علينا بس بيشبه أطباقنا العربية لحد ما. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم من المطبخ الصربي. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ نشكر الله. مشوارنا بعيد شوي. ما بعيد، أربع ساعات. منيح، أربع ساعات بالطيارة. يعني أربع ساعات أوكي، فشخة. فاليوم مطبخ صربي أوكي من أوروبا. مطبخ مثل من الحلقات الانترناشنال. المطبخ الصربي مطبخ كمان قديم كتير، إنه كانت مملكة كتير أيام، ما بعرف من كم سنة، بس كانت مملكة كتير، فكان عندهم المطبخ تبعهم. أكيد متأثر بكتير بلدان حولهم، خاصية المطبخ التركي. أوكي، فمنلاقي زي عندهم طعمات اللي بتشبه أكلنا نحن، بالفليفلة من البصل، من الثوم، من البندورة، من الجبنة، حتى جبنة البيضة. فمنلاقي في كتير، حتى البانيه، ما البانيه كله موجود. فأول طبق هنعمله هو الستيك. هودي الصحون اللي نقيتهم اليوم هن من الأطباق الكتير تراديشنال، يعني أساسية من المطبخ، أطباق وطنية من المطبخ الصربي. أوكي، هناخد أول شيء لحمة، هندقها نظبطها نعمل ستيك يعني. إيه يلا هناخد هيك طلعت كلينج فيلم. اوكي، شو استعملت؟ اي نوع لحم شاف؟ من الفوفيلي، شقف الفوفيلي. اوكي، على طول يعني نحن فينا نعمل هاي الطريقه ذاتها ليصير عنا ستيك. يعني هيك مثلا بنجيب هيدا القطعه بهيدا الشكل، فينا نستعمل مثلا اللي بدنا اياه للطبخ، اذا بيبقى عنا بندقها بنعملها مثل الستيك. بتشبه لا هي، منتبه الستيك كمان هن شق، يعني كذا شقفه بالبقره بالعجل، مش انه شقفه واحده. فهي فيليه، هي فوفيليه، هي انتركوت، فبيختلف الموضوع تبعهم. على اساسها كل شقفه لها طعم معين مختلفه. هناخذ اول شقفتين ندقهم اوكي ليصيروا رقاق. قد ايه نحن بنحب يكون اللحم؟ لا هي بنرقها بنلفها، فبنرقها منيح. اوكي